وهؤلاء أيضا هم الذين كروا بعد مرات على هذه الأرض المقدسة فاحتلوها ووشدوا الدعم من جميع اليهود المتشتتين والمعجبين بدين اليهود والذين يريدون لهذا الدين الانطماس. فكل من هيأ لهذا الأمر ورضي به ووثق بأهله فهو من الذين تولوا هؤلاء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك عاثوا فسادا في هذه الأرض فقتلوا وشردوا وأحرقوا الزروع وعاثوا في هذه الأرض فسادا. وهنا لا يسعني إلا أن أنوه بهؤلاء الإخوة الفلسطينيين الذين وقفوا مواقف يشهد بها التاريخ في هذا الزمن الذي ركن فيه أكثر الناس إلى اللعاعة الدنيوية وبقية هذه الأوساخ،